أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله الذي يقول لشيء كن فيكون وبرحمته نجى موسى وقومه من فرعون. الحمد لله الذي كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الدر عن يونس إذ ناداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا القائل التائب من الذنب كمن لا ذنب له رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار وصلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتوب إلى الله جميعا. سلا توبة هنا، توبة مالت التوبة تعني العودة والرجوع والإنابة. توبة مالت ترجمه مملس مالتنا. سأسأت ملوك على إثكم توبة. سأسأت كتوبة شرطه جست عندنا ندم من لو. توبة قن هي مملس مالتنا. ካለህበት መጥፎ አላህ ከመጣለው ሁኔታ አላህ ወደሚወደው ሁኔታ መመለስ ተውባ ይባላል። በጣም የሚገርማችሁ ወንድሞች እኔ ኪታቦችን ሳገላብጥ ይሄ የተውበትኳል መስለኛለ። አሁን መስፈርቶችን ስነግራችሁ ይገርማችኋል። ተውባ ተጅዲድ ማድረግ እንዳለብን ታቃላችሁ እንዳዲስ። ነገር ግን ጻሐፊው ምን ይላል? وبعض الناس يتساءلون لماذا اتوب ሰዎች ሲጣየቁ ልታይት ይችላል። ስለ ተውባ ሲነገር ለምንድን ነው የምትወብተው? አንኒ ለም አርተኪቡ ልከባኢር ኢላ ትላልቅ ወንጀሎችን አልሰራሁም ለምንድን ነው የምትወብተው ኢላ። ምነው ብዙ ጊዜ ተውበት ሲባል ጭንቅላታችን የሚመጣው ነጥብ ምንድነው? ዚና ሰርተከ ሆነ ሽርክ ሰርተከ ሆነ ትላልቅ ከባኢር የሚባሉ ወንጀሎችን ሰርተከ ሆነ ይመስላል። ተግባባ? ተውባም ጭንቅላታችን የሚመጣው ተውብት ስትለው ከከባኢር ወንጀል ብቻ ይመስላል። ላ አል ዑለማ التوبة منزلة المنازل. توبة درجة، يعني أن التوبة لكل درجات الإيمان. ليتن يوم إيمان إركن توبة اسم القو يتقبابا إحسان درجة انكوا بالدرس توبة اسم القو. أني قناعون مجمر الله بزوء تشاكنا منالبات كبائر ونجروا تشال سراري منال الله زي مسجدس منالبات يتسبسب اللجوش. نقل قل سانناك أو የሰራናቸው ከባኢር ወንጀሎች አሉ ግን ከባኢር ሳይመስሉ። ይህ ከባኢር ወንጀል ማለት ደግሞ ረመዳን አያብሰው ሶላት አያብሰው ተውባን። ተውባም ይባል የራሱ መስፈርት አለ እስላም ያስቀመጠው። በዛ መስፈርት የተራመድክ እንደሆነ የሚደረገ ያ ወንጀል። ለምሳሌ ላምጣላችሁ። አልጀምዑ በይነ ሶላተይን በሁለት ሶላቶች መሃል ጀምዕ መስገድ ያለ ዑዝር። ብዙዎቻችሁ የሚያጋጥም ክፍተት ነው አይደል? يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد آتى بابا من أبواب الكبائر. أخرجه الترمذي والحاكم. نبي صلوات ربي وتسليماته عليه من قالوا من جمع يسبسبسو بين الصلاتين بولد صلاته شمعال يعني من عذر شرعه كاسكمتات عذر وجهنه جمع درجة كبائر بران كوكتولان ከባኢር ወንጀል። ሰውየው ምናልባት መርካቶ ውስጥ ነው ዙሁርን ከዐስር ጋር ሊሰግድ ይችላል ደርሶበት አለይሰ ከዛልክ። ሸሪዓው ግን ዑዝር ብሎ ያስቀመጠው ሁለት ናቸው። አንድ ንስያን ረስቶ ከሆነ ረስቶ፣ ሁለተኛው ተኝቶ ከሆነ ዑዝር ይሰጠዋል። ከዚህ ውጭ ግን ተውባ ነው የሚጠርገው። እየተግባባን ወንድሞች ምን ያህል ከባኢር እየሰራ እንዳለ። ተኽይሩ ሰላህ ሶላትን ማዘግየት ይሄም ከባኢር ወንጀል ነው። ምንም አብዛኞቻችን ከኔ ጀምሮ የዘነጋ ነው ነጥብ ነው። وقال الله تبارك وتعالى الله صلاه የሚያዘገዩ ሰዎችን ሲወቅስ ምን ይላል? فويل للمصلين لما زال السجاجان ويولاتهم ويم ويل ميبال አለባቸው الذين هم عن صلاتهم ساهون كسجدታቸው ዘንጊ የሆኑት። عبد الله بن عباس ምን ይላሉ? ليس المقصود بالساهون هو الذي لا يصليها بكليه ሳሁን ማለት እዚህ ምዕራፍ ላይ ተፈልገው ሶላት ያቆመ ማይሰግድ ማለት አይደለም አሉ። ምንድነው አሉ?
ولكن الساهي هو الذي يصلي الظهر قبل العصر ويصلي العصر قبل المغرب بدقائق مغرب كما درس بفيت عصر مكان كارب يسجدات ظهر زتيت كل يسجد العصر كما تعذر بفيت يه كبائر وانجن الله جزانا ويل الله تشوال ويل مالت نبي صلى الله عليه وسلم سيناقروا من الله الويل قالوا سبحان الله واد في جهنم جهنم وسط الله شلقو نو يهوي فيها الكافر عند كافر ورتاج يمزغزغ بتال 40 خريفا قبل ان يبلغ قعره سرو كمدرسو بفيت باير لي 400 يمزغزغ بتن يا الله اين ويل لمن يزغاجو تعالى الله صلاه لم يزغيات ابزانيوቻችን يكفتت አለብ ስለዚህ ከባኢር ወንጀል እየሰራን ነው ማለት ሶጋኢር የሚመስለው ወንጀሎች ናቸው እነዚህ ሌላው አልሙቀዲናቱ ዚና የዚና መንደርደሪያ የሚባለው የዝሙት ታቆታላችሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ كما في الصحيحين من حديث ابي هريره بزغبت حديث من يلالو قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وزين العين النظر عين زنا يسرى لالو نبي صلى الله عليه وسلم يا عين زنا حرام يهون النجر من ملكته كنيما لما يال حرام يهون النجر سبحان الله يدمو كبائر جن توبه اسفلغوال قچ بلا ودو حالا من تقساچو شرطوچال بزا قالون ايترغم يونج تغبابان منالبات ديش تكفتنا حرام يونه فيلم تاعله يتغلالطي سيت ييت كبائر جن منغر لي بغودانا ستالف سيتوش تاعله سروان وطرام تدو يي كبائر جن ابزاين تشاچين غنا يمسلن ليبا ككبائر جن نكا درغيلاچ ودو انا ورس يلغبا الغيبه والنميمه يزاري وريتنا ياغرنو نطب هميتنا نغر ما واسد نبي صلى الله عليه وسلم حديثاتو لي مندنا يالوت وان ارب الربا تعلقو ولد مالت عرض المسلم يا عند مسلم كبر ما غدف تغبابان ما حالاتين يسو كبر ما غدف علنوي الا ما رحم ربي الله كازن لهتوچ ስለዚህ ብዙ ከባኢር ወንጀሎች አሉብን ማለት ነው ተውባ የሚያስፈልገው ሌላው የሰራነው ዚና የተጣነው ኸመር የዛሬ 10 አመትም ቢሆን ይሄው ሌላው አምስተኛ መስፈርት ወነቱብ ሚነ ዘኑብ ለቲ ማደት ወለም ነቱብ عليه ሌላ ምን ተውብተው እስከዛሬ የሰራናቸው ወንጀሎች አሉ ተግባባ ግን ያልተውበትናቸው ለምሳሌ ልውሰድላችሁ አንድ ሰው ከዚህ ሙልተዚም ከመሆኑ በፊት ወደ መስጂድ ዳዓዋ ከመሳተፉ በፊት የዛሬ 10 አመት ኸምር ይጠጣ ነበር ይሰብ ኸምር ይጠጣ ነበር ከ10 አመት በኋላ ወደ አላህ ተመለሰና ወደ ዒባዳው ገባ ይሰብ የዛሬ 10 አመት የጠጣው ኸምር አለ ያ ወንጀሉ ይማራል ላ አሉ ዑለማ ሽርጥ አለ ማሟላት የሚገባው ይትግራባም አሁን ተውባ የሚባለው ትልቅ ርእስ ነው ህይወታችን ሙሉ ለሙሉ የሚቃኝ ርእስ ነው እኛ ሰርተን ያለፍናቸው የረሳናቸው ወንጀሎች አሉ ተውበት የሚፈልጉ ቁጭ ብለ የዛሬ 10 አመቱን አስተውሰ የምትተውበተው ተውበታል ካልሆነ ያ ወንጀል እንዳለ ነው ሱብሃንአላህ ስለዚህ በአጠቃላይ ተውበት እንዳለው መንዚለቱል መናዚል ለእያንዳንዱ የኢማን እርከን ተውበት ያስፈልጋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መዲና ላይ የሄዱትን ሂጅራ አድርገው አገራቸውን ቤታቸውን ጎረቤት ንብረት ጥለው የሄዱትን ሰሃቦችን መዲና ሂጅራ ካደረጉ በኋላ አንድ ቁርአን አወረደ ምን አላቸው ወቱቡ ኢላ ላሂ ጀሚዓን አይሁል ሙእሚኑን لعلكم تفلحون እናንተ ምእመናን ሆይ በአጠቃላይ ወደ አላህ ተመለሱ ፈለህ ታገኙ ዘንድ ሰላም ነጃት ወጡ ዘንድ ለማን ነው ይሄ አያት የተወረደው ለሰሃቦች ያው መዲና ላይ ሂጅራ ካደረጉ በኋላ መካ ውስጥ 13 አመት ከተገረፉ ተከተከቱ በኋላ መዲና ላይ ሄዶ አላህ ቱቡ ተውበት አድርጉ ይላቸዋል ለሰሃባን የተባሉ ጭራሽ ማለ አይሁል ሙእሚኑን ምእመናናል ምእመናን ሱረቱል ሙእሚኑን ለአላህ ባሪያቸው ተቅሷል አይደል والذينهم لفروجهم حافظون على صلواتهم ብዙ ነው መስፈርታቸው ይሄን መስፈርት ያማሉ ሙእሚኖችን ወደ አላህ ተመልሰዋላቸው ስለዚህ ከማላችን ከባኢር መስራካለ ሶጋኢር መስራካለ ተውባ ያስፈልጋው አሁን የተግባባነው ተውባ ምን ያለ ያስፈልጋ ራስ ለምን እንደታዘ ተግባባተነ
لزانو نبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخرجه إمام أحمد والطبراني في الكبير بزي حديث ليمن إلالو يا أيها الناس إن أنت يسول جوتش إلالو استغفروا ربكم وتوبوا إليه ودع الله استغفار درقو كزامو دسو تملسو فإني ألو إنينكوا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة أني ودع الله بكاوست متوك زي استغفاري أدرك ودع الله ملس ألو إن أنتم استغفاري أدرقاتشو تملسوا إلالو ما نوهين ملوت نبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الله يألفونهم يمجون منجري باراتشو أنينكو استغفار أدرقالو درجاونا ياتشوت يتين يوم بإيمان ركن درجا نبي ونجل إلاتشو استغفار ما أدرقو تنين أنت استغفار ما رقن دالة بالله استمرو يبلت أودا الله لمكة ربي سلزي نبي صلى الله عليه وسلم استغفار كادرقو فكيف بي وبك أنين أنتس سلزي ودعا النور اسنقى بألن توبة الله سبحانه وتعالى بزو ونجل اندى من سرى سلمياك قرآن لي تملسوا إلنا ودع الله سبحانه وتعالى تملسوا إن أنت مؤمنان إلان يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من إلان يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة يا الله إن أنت يا أمناتشو مؤمنان وي ودع الله توبة نصوحة ترتي على شو مملس تملسوا بزو ونجل اللباتشو قن وجني تملسوا توبة نصوحة المتبارها العلماء لها معانيين نالو هلت ترقمالات نصوحة نميلو توبة نصوحة نالات هلت ترقمالات على العلماء عندنا يوم من مالتنا التوبة الشاملة مني هنا التوبة مالتنا كيتن يوم ونجلات كيتن يوم كابود اللقود نسو ارت بلاتشو تملسو تقول خمر يتتا خمر توبتك هنا صلاه ما زغيت ان متوبت ابرمش نسو حال تقلل لي علىش توبت ሁለተኛው معنى له جميل للغايه بتام متامرنات منالو نسو حال ميلو مشتقه من النصيحه نسو حال ميلو هي قال بعربيا مشتقه نو يترابان نصحا ينصح نسوحا صرف يقرح شو اشتاقوتي هنا كزي يترابا غس نو نصحا نو مكر كميلو يترابا غس نو تغابا سلازم من معناته نو قالو እቺ ተውበት አሉ ሰውዬው የተውበት ተውበት ሌላ ጊዜ ወደ ወንጀል ሊወድቅ ሲል ራሱ እቺ ተውበት ተንሰሑ ትመክረዋለች ይትግባባን ወምን ቁወቲሃ ከጥንካሬዋ ከተውበቱ ጠንካራነት ሰውዬው ሌላ ጊዜ ወደ ወንጀል ሊመለስ ሲል ያቺ የተውበት ተውበት ያለቀሳት ዙራ ታነቀዋለች ቱቂዱ ታነቀዋለች ዙራ ተውበተ ነሱሃ ማለት ይሄ ነው نبي صلى الله عليه وسلم بحديثات شولي من إلاله إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار الله سبحانه وتعالى بلليت الجن أزنت يمارتات جن زرقان لمن ليتوب مسيء النهار كان ونجلي سرى الله نعمس بما تودس دي ملس ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل بلليت دمو جن زرقان لمن بكان الجوني زرقا لليل سيامسو تيده اندي توبتو علماء وشمن الان والله رزق اتشن انكو اندزي على تلقك امينان يتوبت بر هيا عرص اتكفتنا يتقبابان يتوب الله يتران وجين زرق اتشالو نور بزو وجين زرق اتشالو نور وجني هيا عرص اتبرو بري كفتنا لا اله الا الله كسيب لا يعزاي قيتان لإخواني سبحان الله الله سبحانه وتعالى لباروتشو حقيقه رحيم ونقيتان بدا ما زي قيتان ميغرماتشو حديث لينغراتشو كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب زغبوت صحيح مسلم اللي بتزغبو حديث لي من يلال مسلاتشو عندي يلال كنبي صلى الله عليه وسلم قال قومن يال تسبسبن تسبسبن كنبي صلى الله عليه وسلم قال حرب الهوازن يا حوازين طورنت ابقتو مركونيوچ صانات سيتوچ ازا تسبسبو نبر نبي صلى الله عليه وسلم صلوات ان شاء الله ما ورد هلبت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم صحابوچاچو قال قومو يالو من ينال فاذا امراه من السبي تبحث وليدا لها وتسعى عندي سيد لجاني يفلجچ يروطش تمطالچ سئلون تملكتوت انديت انداسكمتوت حديث
ይሩጥሽ ትመጣለች ልጇን ፍለጋ ነው ከዛ አንዱን ጻን ታነሳለች ልጇ አይደለም መልሳት አስቀምጣለች ሌላ ልጅ ሩጣ ታነሳለች ልጇ አይደለም ትጥለዋለች حتى وجدت صبيا واخذته ثم ضمته الى صدرها والقمته ثديها كذا لجوان ستاغني ابراكوان كفاي لجوان روت انساچو نان باون يطرارغج طوتوان افوست چمرچو يشين ميغرم انات فكر يتجلصبت انكستت نبي صلى الله عليه وسلم كصحابوچ غاي سلنبر فالتفت الى اصحابه وقال ود اصحابوچ زرالو نمنالو اترون هذه طارحة ولدها في النار ايش سيد سات حقطاطلن اندي باغوتا نافقا ياغنيچو لجوان سات لي طيب انلا تطلوالچ اندي قال صحابوچ مالو قالوا لا لا وهي تقدر على ان لا تطرحه يا رسول الله لا عدلهم يا الله ملكتنيا اندي تانجي توقرطو تطلوالي سات لي نبي صلى الله عليه وسلم زورنا لله ارحم بعباده من هذه بولدها الله سبحانه وتعالى لباروچو اتش انات للجوا كتنسفسفچو بلا ينسفسفا ازان جيتن اجينا 24 ساعه مولو زرغچالو من باروچي يالنا يال ييتغبابا نو ندموچي سيدنا علي ابن ابي طالب من الى النبي صلاتو والله لالو يا الله ان رحمت سيغلزو اني يوم القيامه حساب متساسب ين ونجر سرتال ين صلاه عبد الله بن متساسب انات ابات يهون بيبال الفلك ما نديو من فلكو الله سبحانه وتعالى اسو يبلط بنيا لسو بيتساسب ين مفلك اترون رحمه الله يي ازاي جيتانو اجي زرغتشالو نو ندا غدلاچو اقالو ميلا يي تغبابانو لزارو نبي الله شعيب بن لالو ان ربي رحيم ودود يني جيتا الله ازاينا باروچ ودود نو افكار جيتا نو يي جيتا نو انغدي نو يالام يطران يريد ابن القيم عن بعض العارفين ابن القيم يا ابن تيميه انغافا درسا عندن تاريخ كتاباتو لي تكسو يين كستت يوصلوت عن بعض العارفين عند عارف كهو يا الله باريان عارف مالت بزمن ياوكون كونديت نو عارف من لمسو ግርዘናል አሪፍ ማለት በእስልምና ቋንቋ ግን አሪፉን ቢላህ ማለት አላህን የሚያቅ ማለት صالح عبيد ሆነ ሰው عارف بمقام الله ይህ عارف ይባላል ይህ ሰው አንዴ ጎዳና ላይ ሲያልፍ የሆነ ክስ ተመለከተና ዘደረው ኢብኑል ቀይም ከሱን ታሪክ አነሱት ታሪኩን ስሙት انه راى في بعض السكك بابا قد فتح አንዴ ያ ሰው በጎዳና ላይ ሲያልፍ በር ይከፈታል وخرج منه صبي يستغيث ويبكي ከዛ ቤት ውስጥ አንድ ጻ ልጅ ያለቀሰ እየተማጸነ ይወጣል وامه خلفه تطرده እናቱ ደሞ ቆላ ውጣ ነው ብለ ያለች ያባረሽ ታባረዋለች سبحان الله حتى اذا خرج ልጁ ምን እንደወጣ فاغلقت الباب في وجهه በሩን ፊቱ ላይ ጥርቅም ማረገች ነው ወደኸለት ወደ ውስጥ ገባች ይህን ክስተት ያን عارف ሰው ይቆሙ ይከታተላል እናት ልጇን አባራ ስትሰደው وذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا كذا من يزال لج راك بلو هدنا تندردرو درجون دردك وما السبب تقبب هسان جينو قدام من على مسلاتشو فلم يجد مأوى غير بيت الذي أخرج منه كوات عبيت بيتوج لتقابت ميجلي لا بيت اللو كأناتوج لا استقو ميجلي اللو ولا من يأويه غير والدته كأناتو مج ميعز من كباك ويلميت يهيد እናቱን ያባረረችው ከእናት ሸሽቶ ይተዳል ምን ፈረጃ መክሱር الكلب حزينا ልቡ ተሰብሮ ወደ በሩ ተመለሰ ወደ እናቱ ቤት فوجد الباب مرتجم مغلقا በሩ ክርች መብሎ ተዘግቶ አገኘው فتوسده ووضع خده على عتبه الباب ونام ጉንጩን በሩ ጋር ስደገፈና ሌላ የት ሄደ እናቱ በር ላይ ግድ ማለት ይሰው فخرجت امه انها تستوطى لجو عدلم اندي ستوطى فلما راته على تلك الحال لم تملك ان رمت بنفسها علي لك ستاوي ابراكوان كفاي برو غا تدغفو تمزغزغاو بكچبت والتزمت وتقبله وتبكي يا لكسچ عكفچو لجو عدلم وتقول بلا مالت جمرت يا ولدي اين تذهب اني انت لجي كني رقيت نو متدو من يؤويك سواي كني وچ ما نو مياسغاسكي نغري
يقول ثم ضمته الى صدرها ودخلت به بيتها كزام لجوان كفا درجتشونا وده بيتي زو قباج ابن القيم منالو ايشنا يزو فتذكر قول الرسول عنه إذن أي نبيون قال يالو تنستوص لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها الله سبحانه وتعالى لباروچو عندي تنات للجوع كم التازن بلاي أزين كل سنة واندموش سبحان الله يقول العلماء فأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء يئنا تزنت هلو نقر كاد دار رسچو كالله زنت أنصار يتقبالج الله أرحم يه أزاي جيتانو قدي نو الجن هيا أرس أتمولو زرقيت شالو يالن يالن ومن الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول من نايو يا الله سبحانه وتعالى اندي إيام مسنو اندي يوان الجنو انيا قهلو إزنة الناس أقون الملكة اللي بزوان جلال لندتنا قررنو أولها العلمات مجمّر يا الله أزنت بني علي ستره عليك حال ارتكابك للذنب وانجل ست سنة شفنه الزنب مالته يه مجمّر يا الله أزنتنا لنيا قل سنة واندموك وانجل كلها شبنه ركال الله عياك قالت أنم ستروت مجمّر يا زنب لال يه مجمّر يا الله أزنتنا بشانه الله سبحانه وتعالى عقالت أن سويت شميتك وقوم باشو لادر قليش اللبا تقبابا يمجمّر يا الله سأقّى بباروك شلال وانجل سيسارو شفناتشو زمّلا لما اللسيون عالبلو إيه تقبابا يا الله سأقّى والله قرى بيت بيت الزمد عقر عينه لا فرميل انسو مارجي چين لبار اندام انسارو وانجل بيه عقالتا مجمّر شفنو ياك ويهال تم اللسيون ثانيها ولتن يوي ازنت مقّل جالو حلم الله عليك في إهماله تقستو يا الله سبحانه وتعالى تقست أنتم بما قويته تقبابا وانجل ستسرى ما قويته الله بزوجات وانجل ستسرى الله وكو يازقينا بكباد أياز ليزاني چلنبا ليلو چلسي زاچو يأيينو سيكلبا لب يه من رحمة الله هلتن يوزنته ثالثها سستن يو يا الله سبحانه وتعالى زنتالو إنه يغفر الذنب جميعا سستنياو يا الله زنت ملو وانجلاتشن الممار كني قانا شون دموش يا الله سستنياو تلكو زنت وانجل سرچالو بلا ستمتا ملو وانجل الممار يتلكو يا الله رحمة يقول الله تبارك وتعالى قرآن الله سبحانه وتعالى من إلال قل بلاتشو يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن أنت بنفسو تشاتشو لي دنبر يالفاتشو بارو تشال الله يقول مدن عبادي تقبب يا أيها الظالمون يا أيها العاصون إن أنت مسأل يوشال من هذا يا عبادي بارو تشيناتشو ودنبسو أستقال الذين أسرفوا على أنفسهم بنفسه تشاتشو لي دنبر يالفاتشو لا تقنطوا من رحمة الله كالله إزنت تسفات تقرطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا الله وانجلو تشنن دال يمرال إنه هو الغفور الرحيم السوء راسونو أزانينا ماريو سبحان الله هي آيات والله بدنب الناس سنتنا ميقرم قرآنو تسفات دنبر أسرفوا على أنفسهم يكراتش وانجل إلا مالتنا قم بيونم لا تقنطوا من رحمة الله كاني إذنت أتكرتو كاني إذنت تسفى أتكرتو أمي قرمي حديث حديثو كن التام سلمي قرم سندون نقرأ شوالو والحديث رواه الطبراني والبزار طبرانينا بزار يزقبوت حديثنا وقال المنذري منذري منالو إسناده جيد قوي سندوت أنكارانو علو منذري وقال ابن حجر سلسي حديثي ناقر من لال على شرط الصحيح يصحيح مسفر تزوري متويلال صحيح من مزنبة ميزان تأبكو يمت حديثنا وذكره ابن قدامى في التوابين ابن قدامى من باب تلاك عالم التوابين تملا شوش ميلو كتاب لي يين تاريك زقبوتان بتأمي قرم حديثنا وسموت يقول أن بني إسرائيل
عندي بني إسرائيل أصابهم قحط عظيم تلك هنا درك متاتشو بني إسرائيل على عهد موسى بنبي الله موسى زمن فاجتمعوا إلى نبي الله موسى وده نبي الله موسى تسبسبونا وقالوا بلوالو يا موسى أنت موساوي ودع الله لنا يسقينا الغيث الله سبحانه وتعالى زناب اندور دل لمن الانابت النزي سوج نبي الله موسى إلى اللو سباشي سو يازونا براها ليوت كانوا سباشي أو يزيدون إلى الزقب كسباشي ليبلتون أبر براها ليزوات شوتا دعا ليادرك إجاتشون عن السنة نبي الله موسى عليه السلام منالو إلهي جيتاتشنوي اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك زنابا وردلن ازنتهن زرقال لنالو وارحمنا ازنلن بالأطفال الردع وبالبهائم الردع وبالمشائخ الركع سبحان الله جيتاتشنوي ينيانو انجلتو ونا اني لميت أبو سآناتو ستل لنسو ستل زنلن لأنسساوش ستل لا قبت أو لم يهدو شما قل ليوش لن نسو استلازن عور دلن نبي صلى الله عليه وسلم من يقول له لك هندو عياد الربو يهل جراج سماعي لي ينبرو دامنا وش تبتات لو تفو نبي الله موسى دعا يدر قال له دامنا وتبتات لو تفعلوا كون زناب لي ورد ما زادت السماء إلا تقشعا وما زادت الشمس إلا حرارة صحي يبلت يبرتاش دامنا وش يبتبتات لو متفات جمرو نبي موسى عليه السلام كستاتو قرماتشونا وقال موسى نبي الله موسى منالو يا ربي جيتاتشن لما لا ينزل المطر علينا ونحن ندعوك ونتذلل إليك جيتاتشن زنابو لم دنيا لوردو نيا يلمن يتماسن يتنانسن الله سبحانه وتعالى منالا يا موسى كيف أسخيكم انديت بيانو زناب ما ورد الله وفيكم عبد يبارزونني بالمعاصي منذ 40 سنة كنا انت مهال عند انجلن يال 4 عامت مولونين بتلالق انجل سيامس انيورا ينورا من يفطر طاريا فنادي في الناس سواش مهال تنست تطارا فليخرج من بين اذكركم كنا انت مهال يوتا فبشؤم معصيته منعتكم المطر من السماء بس وانجل كفات نو كسلا كسما يتبت عزنا ميكلت الكواجو هزب زند تنسنا تتعرى يوتا على لازم سباشي مهل مهل نعلو هيسو نبي الله موسى عليه السلام رأو يا ربي أنا صوتي ضعيف دم سيدك كامان ونديت سباشي سو مدرسي جلال زي الله شوتن عندشن كوان مان مولا فوق عالو توش اللي ما سمات سوست مايك هي تتكبر نارل سباشي سو نديت لي سماني جلال قيتاي أنا صوتي ضعيف الله سبحانه وتعالى من قال يا موسى عليك النداء وعلينا البلاغ أنت موسى تتأرى تبلال تتأرى ما درسيني على فنت نبي الله موسى كف قال ترارا لي وطنا تتأروا أنت قيت عن 465 نبر كبار يوي وطا بانت مكيا تب تازناب تكلك لنا الله سبحانه وتعالى كل شايهنو قيتا ينك قالوا السدنا سباش سوجروس كتتو يسانون دي الله وما ذلك على الله بعزيز لزانو نبي صلى الله عليه وسلم بدر طورنت لي مشركوچ سيمتو عفرت اطران ستو شاهت الوجوه فيتاچون يكفو بلو سيورورت كله عين لا الله وسدو كتتو ينتطر كذا قران اوردنا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى نيان يورورنا انت الله سبحانه وتعالى سباشي سو جروستوس ديو قال كتتو كزي عماج باريا وستيه وري قبا هي زينا قبا كذا من إلى اللوزة قباولي فالتفت يمينا وشمالا إني هذا اللوم عاي ليلا سهونو فلو ترترنا ودك أني مودك غرام زورة ليلا سيوت عندهم بلون سيايو يوت أيلم فعلم أنه هو المطلوب تريو السنن دمي ملكة تقبا تريو معنى نمي ملكة والسنن ناسنن كذا من عالم السلاتشو فقال لراس نفسنا ورا إن أنا خرجت من بين هذا الخلق كزيز بما البوطة افتدحت على رؤوس بني إسرائيل كزيز بما لنين أن يربامة يمسكوية بوطة كبني إسرائيل عين زين عين لودكنو عين لافر لينو هزبو لكابزي منات إني ودرك إمتال للوينو
وإن قعدت بينهم منع قطرة من أجلي قالوا طعم بيدم والنسو مع الكجبل بني تنسات أبتا زناب لك لكالون من أدرقي سو عند برق كفتنا بريلا يا منبر يا الله سبحانه وتعالى فانكسرت نفسه لبس برالج ودمعت عينه عينه تشبن بارسه وأدخل رأسه في ثيابه راسون تكشاو لي نبرچون شركت الله رغنا اللهم انغاغر جمر الهي وسيدي جيتي يا الله 45 وجلنيوش گاوني اقويه اهو ودا انت لتوبت بمطا تاغالطنياله فاغفر لي يا كريم مارني جيتي نبي صلى الله عليه وسلم يقولوا فلم يستتم الكلام سويو يهن قال جنا لجرسن الله دوف زنا ما ورسي جمر كسن سبحان الله فتعجب موسى نبي الله موسى تجرمنا وقال إلهي سقيتنا وما خرج من بيننا أحد جيتي ما لكن عند سو سيوتا أتت أهنكو زنا وزنك فقال الله الله من ألاتش ومسلاتش إن الذي به منعتكم هو الذي به أسقيتكم قدمي كلك الكواتش بزا سو انجلو أهوني أتت واتش بس توبتنا من الله سبحانه يا الله نبي موسى عليه السلام يهن يا الله مرتبار يا قمت توق فلقنا فقال موسى منالو إلهي أريني هذا العبد التائب يودان تيتملس مبارع باكا سيجي تعالو الله سبحانه وتعالى من ذلك قالت يا موسى إني لم أفضحه وهو يعصني أأفضحه بعد أن أطاعني أنت موسى أربع متسيام سنيالك قالت كد አሁን ወደኔ ሲመጣ ማጋልጦ ይመስልሃል አለግረህ ይሄን የሚስጥረኛ ነው እነ ረቢ رحيم ودود አዛይ ጌታ ነው ያለን ሐቂቃ ስለዚህ መመለስ በሩ ክፍት ነው ነው ወሚን ረህመት الله ሌላ ምስኪ ከአላህ ህዝነት ከዚህ ከፍ ያለ ልንገራችሁ رابعا አራተኛው ያአላህ ህዝነትና فضل تبديل السيئات الى الحسنات الله سبحانه وتعالى اسكزاري يسراناچون ونجلوج ود حسنات ود خير اسرائيل وطلنا قدم يالنو مندنو 100 بر دا كالب 100 برون يقرتا بيالنو ولله المثل الاعلى يا هونو گن 100 بر دا يزستمتا 100 بر ستا مسدل تبديل نو يتغبابن يسراهو زين الله بحلال اند تگناي ادرگو مصاف تبديل بالله الله سبحانه وتعالى قران لي من الهلال الا من تاب يتملس يتصصت يتوبته سيقر وامن امنك عقيدهون استكاكلو تنقوي بيت يهدو سلمنا يلم عقيدهون استكاكلو امن استكاكلو امن وعامل عملا صالحا دقن سرا سرا فاولائك النزيهن مسرت يعملوا سوج يبدل الله سيئاتهم حسنات الله سبحانه وتعالى يسرتن ونجل ود حسنات ود خير سرا يقلبطلاچوا امراچوا الله አይደለም ወንድሞች አስተው امراچوا الله አይደለም يسرتن ونجل ود حسنات قيرالو على الله يا الله عند حديث لي حديث بتام يغرم نو اخرجه الطبراني في الكبير طبراني كبير كتاباتشو لي نزغبوت جاء شيخ هريم عند شماغلي صغرو بشبت يتمولا شماغلي ود النبي صلى الله عليه وسلم متا ورق عزمه اطنتو يلالا وانحنى ظهره تكشاو غبت على يدعم العصا من الكبر كرجنا ويتنسى بركوز تدغفور يسو ميمتا بدلي بتام غفطال سوي النبي صلى الله عليه وسلم كبال دربوچاچو گا مسجد اسكوچ بلاو نبر كذا مسجد است گبانا كنبي صلى الله عليه وسلم فيت قومنا قال قالوا بصوت يخالطه الالم اذنت قچت بتمولا بدمصو منالا يا رسول الله علاچو صلى الله عليه وسلم انت يا الله ملكتنيا وي ارايت رجلا ينسو ايه وندي ارايت رجلا عمل الذنوب كلها وجلي تبالن كلها يسرى شماغلينو
ፍትህ የቆመው ከልጅነቱ ጸጉሩ እንዲሽበት እስኪሆን በወንጀል የተጨማለቀ ሰው ነው ፍትህ የቆመው وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها بزيم تجماري تنش ونجليل تلك ونجل يالسر ونجليل لم لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم السوي سر ونجل الدنيا لي لعلو مريت لي لعلو سوش بكفافل لما تفاتي بك أتشوان يونجل بزات فهل لذلك من توبة يهنسو الله يمروا على تلالهن اندي علاچو فسكت الشيخ صط على شي ما قال له نبي صلى الله عليه وسلم الى الزغابي قنا بلو سيوت ادمي يبلوا ونجل يحجمالقوا شي ما قال لي كذا منالو فهل اسلمت سلمهال اندي قالوت قال اما انا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله እኔ ማመስክራለሁ ከአላህ ውጭ በሐቅ የሚገዙት ጌታ ለመኖሩ አንተም መልእክተኛ ስለመሆኑ መስክራለሁ قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله خيرات كلهن بل انقدا كزي بحالا خير تسرالله ወንጀል ከተባለ ትርቃለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስከዛሬ የሰራሁን ወንጀል እንዳለ ወደ خير ይለውጥልሃል ይምራሃል ነው ያሉት لا ወንጀልን ወደ خير الله ይለውጥልሃል ይዘጋብ ምን ይላል ያመነው ይስማው ማመን አልቻለም ሰውዬው ቀና አለና ወገደራቲ ወፈጀራቲ ያ رسول الله ትላልቁን ያነን ወንጀል ነው ዲማራል ምትሉ ይሁን خير ይለውጥልሃል قال وغدراتك وفجراتك اوسنو مله فصاح الشيخ وقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما تشوف جمر شيخو يدستو تدغفو تيمطاو بترانسن الله اكبر فما زال يكبر حتى توارى عنه كنس اسكي صور اسكي تصور درس الله اكبر سبحان الله يينو غيدي الله سبحانه وتعالى يسرانون ونجل ود حسنات يلوط لنا من رحمه الله سبحانه وتعالى ወንድሞች ያላ አዝነት ይታየን ነው 100 ብር ዳን ሮብ ሰው ስትመጣ 100 ብሩን አፉ በያhallው እኮ ወግ ነው 100 ብር ዳ ልከፍላል ቻልኩም ሲል 100 ብር አውጥተ በስጦታ መልክ ብትሰጠውስ ወሊላሂ المثል الاعلى الله رحيم ودود ትልቅ አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ያለ ወደ አላህ ልንመለስ ልንጸጸት ይገባል ኢንሻአላህ ليله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى قنا ودى توبة شرط لنمتانه وقن ازنة الله سايات شنوني فلكوت الله من يعلو انجل دميما منهم بنسرا عزان ماري ونقيتان دال لندتاكونوني فلكوت يعمل خامسا عمستنيا ويا الله ازنة الى العلموت يا الله ازنة وهي من اعظمها الى تالاكو يا الله ازنة ميقلت سبت بوتانو فرح الله عز وجل بتوبتك بأنت ودع الله سبحانه وتعالى بمن ملس الله يدست سبحان الله ما أغناه عنك الله كانت يتبقى هنا وشدة حاجتك إليه أنت دمك السودها هنا هي الله يسول جوج ده وش درار قال الله كل نجر منك جلو الله دمو كل ما يتبقى جيتانه ማዕሲያችን ከስልጣኑ የሚያጎለው የለም خير ስራችን ከስልጣኑ የሚጨምርለት ነገር የለም ይህ ሆኖ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያው ወደሱ ሲመለስ ይፍራህ ይደሰታል አይገርምም ወንድሞች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አላህ መደሰት በሚገርም ሁኔታ ገለጹት ይህ ሐዲስ كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود በዘገቡት ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ አንድ ሰው ታሪክ ይናገራሉ ይህ ሰው በረሃ ላይ ወጣል سبحان الله ይህ ሰው በረሃ ላይ ወጣ ፍራሂለተይ በግመል ስንቁን ምግቡን መጠጡን ጭኖ ይህ ሰው ወደ ምን ይወጣል ወደ በረሃ ይወጣል ረጅም ጉዞ እየተጓዘ ያለ በረሃ መሃል ላይ እንደደረሰ እስኪ ለረፍና ትንሽ ልተኛ ብሎ ወሰነ ደከመው ፀሐዩ
ትንሽ ርፍ ብሎ ቁጭ እንዳለና ገደም እንዳለ ሲነቃ ይዟት የመጣው ግመል ምግቦን ልብሱን መጓጓዣውን ስንቁን ይዛ ጠፍታለች። ሲነቃ የለም፣ ባዶ በረሃ ላይ ነው። እንደይመለስ የመጣበት አገር ሩቅ ነው። ወደፊት በእግሩ እንደይቀጥል ሩቅ ነው። መሀል ላይ ነው የቀረው ሰውየው። ከዛ ልፈልጋት አለና ምራቁ እስኪደርቅ ድረስ ፈለጋት ይላሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በስተቀኝ በስተግራ በአራቱ አቅጣጫ ፈለጋት፣ አላገኛት። የቁል ፈአይከነ ቢልመውት ሊሞት እንደሆነ አወቀው። በቃ እዚህ በረሃ ላይ ለራሱ ቀብር ቆፈረ። በረሃ ላይ አውሬው ከሚበላኝ ጉድጓድ ልቆፍራልና ቀብር ቆፈረ። ይሰው ቀብር ቆፈረና ምሶት ቀብር ውስጥ ምን አለ ሰውየ وقال انا في هذه القبر حتى ياتيني الموت በቃ ሞት እስኪመጣኝ እዚህ ቀብር ገደም ለበልና አዛው ልበስብሳል። ተጋድሞ የልፈበይነ ማ هو نائم في حفرته فاذا براحلته فوق راسه ተኝቶ ያለ ቀብር ውስጥ ቀና ሲል ግመሉ ከላዩ ላይ ቆማለች። ደስታው ለከት የለውም። ሰውየው ሊሞት ኑሮ ህይወት ሲያገኝ ደስታው እንዴት ነው? فرح لا تعبره الالفاظ قال لي جلس ما يشيل دستا نار دستا سكروا لنا من هذا قال اللهم انت عبدي وانا ربك انا كدستا يتنسى الله هو انت بارينا اني دمو جيتا هنا سكرنا انجي بالله ما له تري يفلقوا الله هو انت جيتينا ازنن يا متحلين اني دمو باري احنا باري هو ني ادل لله نبي صلى الله عليه وسلم كفر على لوتم عذر سطوت اندنيا يمبتدي بلو علطفوبت منالوت قال اخطا من شده الفرح كدستاو يتنسى تساسات عذر نو سو سيسازات عذر شفن نو متسطو انكون يدله بربر كلي اندينا لا ليس خلق الصالحين نبي صلى الله عليه وسلم اخطا من شده الفرح كذا نبي صلى الله عليه وسلم يزي حديثن ملكت قنا مطوت منالو فالله افرح بتوبه احدكم من ذلك الرجل قالوا. الله سبحانه وتعالى باريا ودسو سيملس ييسو كتدستو بلا يدستا ملكتو يغباچنو الله بتام دسيلو على انت ستمل اهو يزي سو يدستا الله ان دي سكيل درسنو. شوف نبي صلى الله عليه وسلم مجلس سلال تشالو بمثالين يغلسو እንግዲህ ሁላችሁ ተረዱት። አላህ የዚህን ያህል ለሚደሰት ባሪያህ ወደ እኔ መጣ አንተ ደሃ ሆነ ይላል አላህ ከሁሉም የተብቃቃ ሆኖ ይፍራ። هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ስለዚህ አላህ Subhanahu ወታዓለ እንዲ ስንቶብት ሚደሰትብን ከሆነ የሰራነውን ወንጀል እንዳለ ሚመረን ከሆነ ይሄን የመሰለ እድል እጣ ለማግኘት ክራይቴሪያ ሳለ ምናማውላቸው መስፈርቶች አሉ። ተግባበ አንድ ትልቅ ነገር ዝም ብሎ አይገኝም። ተማሟላቸው መስፈርቶች መኖር አለበት። አለይሰ ከዳሊክ ሹሩጡ ተውባ ይባላል። አውዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣን ረጂም ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም ሹሩጡ ተውባ የተውባ ደግሞ መስፈርት አለ። አላህ ወንጀልህን የሰራውን መጥፎ ወንጀል ወደ ኸይር ይቀይርልህ ዘንድ የጠጣውን ቢራ ወንደ ጠጣ አድርጎ ይጽፍልህ ማለት እኮ ነው። ይተግባባን እንዲህ ያደርግልህ ዘንድ ሸርጥ አለው። ዑለሞች ሶስት ሸርጥ አለው ከአላህ ጋር የተያዘ ሶስት። አንደኛው አራተኛው ሸርጥ ከሰው ልጆች ጋር የተያዘ ወንጀል ካለ አራተኛ ሸርጥ አለ መስፈርት ምታማለው። የመጀመሪያው ሸርጥ الاول الاقلاء عن الذنب ከምትሰራ ወንጀል መራቅ። የተግባባን የመጀመሪያው ሸርጥ ምንድነው? ከምትሰራ ወንጀል መራቅ። خمر تتطى يهونال يامقوم بريبا تنغد تبلا يهونال يامقوم منجر لي حرام سيتا يهونال يامقوم اكلا فلكك قبل ما وطات مالت كذا مولو لمولو مليت تغبابان كمتسرا وانجل مولو لمولو مراق يي يمجمرياو مسفرتنا ثانيها ሁለተኛው العزم على عدم العوده لا لمملس عزم ቁራጥ ውሳኔ ወደ መጠጣት ኸምር አትመለሰም። ሶላት ሱብሂ የተኛ ጧት አንድ ሰዓት ላይ ከመስገድ ማቆ ላለመመለስ መወሰን አዝም የሚለው ከባድ ኦሉ ለአዝም የሚባል ተደዛ ነው። የከባባድ ስሜት ባለቤቶች ማለት አዝም ቁርጥ
لا لمملس مرزا وانجل لا لمملس قرات وصاني قلت سنو يمرام اسفرت ولتنيا سوستنيا وقن يتمرتو موانا ورسيه مسلنيا عبزانيو تشاتشين يالتردانو يتوبت سوستنيا وشرط يشرط من دنو الندم عبزانيو تشاتشين يودتان بيت مسفرتين ندم يان وانجل استوسه القص مالت يا ربي اغفر لي مسست يا وانجل تزي سي لي تطاح وبيرا استغفر الله العظيم نجم بيراو متطات ماقوم لا لا متطات موسم بتش عدله مسست يي مسفرت نوان علماء من يلالو الصادق في توبته تككلنيا توباج ندمن يا موالا مالت لا يزال ذنبه نصب عينيه وانجلو عينو لا يمايطفان خائفا منه مشفقا كذا وانجل كله اندفر عند تزسته باكيا اندالقسه تزسي له وانجلو استغفر الله يا رب يي كانونه وندموچي التمعلم توبتاچ اندغنا قچ بلن تجديد ما درغالبن بيت قچ بلا استغفر الله يا رب يا اني تطاوت متت يا اناتي ديام مسكوات يا اني شخيني سدبغوت استغفر الله العظيم قچ بلا وانجلون استاوسه مسست يتوبا شرطن يي كغدله شرط غولوال اتمار سفيان الثوري تلكو امام من يلالو جلست يوما اعد ذنوبي عندي بيتي قچالكنا وانجلي مقطر جمركو ندم ياركو فقلت لنفسي لنفسي بيالكو تلقى الله يا سفيان يسالك عن ذنب ذنب انت سفيان اين وانجل الله اذا الله فيت لتقرب نو سلي ياندو وانجل لي طيقك كون الله ستقيف امامه يسالك عن واحد واحد سلي ياندو الله يطيقها انه موجه يلم والله ثم قال سفيان الثوري من لك ذا بهلا هذا ما تذكرته يا سفيان فكيف بما احصاه الله ونسيته انت سفيان ايه انت استاوسكو بانت يما استاوس تشلو تا استاوسكو انت رستهو الله يصفه وانجل حسا بزو مانا بزو انجل كوالنا 90-81 لا يسرى لنا انجل تزي لنا رستنا من رسها لبهيدت الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وندع الموازن القسط فتهوي ونميزاني كمتا كلهم بتكري داني بتال كذا وهلا سفيان الثوري من يلالو فجلست اتذكر عمري سنه سنه كجبي ادمين ياندانوان امت ما استنتن جمرك لال يا الله اينو توبه مالت ندم مالت ياندانوان 81 لي اندي سراو استغفر الله يا رب صصت يي تغبابان وندموچ يي قدم يالكواچو مسفرد بوازا لا يكون يشلا እዚው ቦታ ላይ ሆነ መተውበት ይችላል ያ ሰው 70 ሺህ ማለር እንዴት ተውበተው አንተ እዚው ማሉን አስተግፍሩላህ ያ رب نستطيع ብዙ حرامዎች አሉ والله እኔ መዚል እናገር እንጂ اللهم ያቀው ብዙ ወንጀል አለብን والله كذا سفيان الثوري من يلالو فلما انتهيت قمت خفيفا يلالو በቃ استغفار አርግ ያንዳንዱን አመቴን አስተውሽ ከተውበትኩ በኋላ سنነሳ ቀለለኝ አሉ ትክሻይ ይሁን ይሄ ውዝርና ووضعنا عنك وزرك شكمنا ወንጀል እንዲያስሮ ሚዛን ለቀቀኛል ሶላት ላይ ነሻጣ ታገኛለህ ይሄ ከወንጀል ስሰዳ ቁርአን ይጣፍጣል አዲያም ቢነው ሚለ አብዛኞቻችን ቁርአን ለማዝም ቢያል አንድ ጾም መቅራት ተራራ ማውጣት ይሆንብን ነው በቀን ውስጥ ይሁን አስሮ ያዘ ወንጀል አለ لذا نو فضيل بن عياد ميبالو تعلق علي من يلالو انت يلالو كان مصوم ليله قيام الليل مقوم كالشالك وانجل حصرو نو يلالو دفتونو بكذاو تچنو نو متادرو اتشلو سلازي ندم يجدنو لذا نو النبي صلى الله عليه وسلم يلالو كما رواه احمد وغيره امام احمد ان ليلوش بزغبو تزغبا لي الندم توبه يلالو مسست يتوبه شرط راسو مسست مملس نو يلال ندم قچ بلا استغفر الله عند راسيت من تلالش مسلاچو بزو غزي وانجل است نورا الله ببشت يا ذاتنا ملسو شفا ستات عدانات الله سبحانه وتعالى
ستدن جن ودا الله مملس اندال لباتو السنج كذا من تلالش تاريخوان ستناقر كنت أبكي ندما على ما فاتني من حب الله ورسوله كنت بي مالك أسجمرك لعلفين لاملتين يا نبي صلى الله عليه وسلم يا الله فكر سبحان الله وعلى تلك الأيام التي قضيتها بعيدة عن الله عز وجل كالله زند ركي ياسالف قاچون كانوچ ياستاوس طعمالك اسجمرك تلالچ كتوباچوچ ميل كتاب لين ينسات ان شاء الله سلازي ندم شرطنا مسست الله سبحانه وتعالى انديمرن مسست هي ندم من شروط التوباني وندموچ يتغبابان ان شاء الله ندمن ميقارنوا علو علماء سيناغرو መሰሰተን አንድ የሚቃረን ነገር አለ ሁላችን ያለስተዋል ያ ምንድነው ሰውየው መጠጥ ይጠጣ ነበር ከ10 አመት በፊት መጠጡን ተብቶ ተቀምጦ ያለ ሰውየው መጠጥ ሰውች ሲጠጡ ሲያዩ እሱ የመጠጣት ፊሊንጉ ስሜቱ ከተቀሰቀሰ አልተበተ ሐላወቱ ذاك الذنب የዛ ወንጀል ጥፍጥና ውስጡ ከመጣ ተውበት ይቀራዋል ማለት ተግባባ ባልና ይሄ ዱርዬዎች ተቃቅፈው ሲሄዱ አንተ ድሮ የዛሬ 20 አመት አቅፋስተ ደነበረችው ሴት ጥፍጥናው ትዝካለ ወንጀሉን አልተማርክም ማለት ነደም ያን ስታይም ትላል አልহামዱሊላህ እንደዚህ የተልከሰከስኩ ሰከረተል መውት መጥቶ ቢቢያንስ እንዲ ቢቢራ ጠርሙስ እንዳቀፍኩ አላህ ይዞ ቢሆን ይትልገባ ነበር አልহামዱሊላህ الذي نجانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا ከነዚህ እነሱን ከፈተነበት እኛን ሰላም ያደረገን ጌታ የተመሰገነ ይሁን ማለት አለብን ነደም መሰጸት ማለት ይህ ነው አንዱ ሰለፍ ምን ይላል መሰላችሁ ከሰለፎች ከሰሃባዎች ውስጥ ምን ይላል አንዴ ወንዝ ዳርቻ ላይ እንቅልፉ መጣውና ተጋድሞ እየተኛ ምን አለ من اسمي عندك يا علام الغيوب ስሜ ከአንተ ዘንድ ማን ነው የሚባል አንተ ሩቅ አዋቂ ጌታ ይሁንክ ከአላህ ዘንድ ስማች ማን ነው እኔ ናውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከላይ ወደ ታች ሲያይ ማን ነው ሚለኝ አብዱን ሳሊህ ተቂ ባር መልካሙ ደጉ ነው ሚለኝ ወይስ ፋጅር አሲ ሙናፊቅ ማን ነው ሚለኝ አላህ ነኝ ስማቸውን ጠይቁ من اسمي عندك يا علام الغيوب ስሜ አንተ ዘንድ ማን ነው ማን ነው والله ሁላችንም ጠይቅ ይገባል ما انه سميني الله زند وما انت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب وانجلين اسمنت ادرغني هون انت وانجلوچ ماريون كو جيتا يا ياچو من تادرغني هون اينو يسلفوش باري اي هونش نغر ملبابس بتشا جلبي يادلم حالاچو ايه نو من تسراني هون جيتاي مندنو موچاي نغري جيتاي ይህ ነደም ይባላል ኢንሻአላህ ለዛ ነው ገጣሚ ምን ይላል ኢላሂ ለስቱ ለልፍርደውሲ አህለን ወላ አቅዋ አላ ናር الجሂም فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظام ጌታዬ ያለ ኢላሂ አንተ ጌታዬ ለስቱ ለልፍርደውሲ አህለን የፍርደውስ ነኝ እንዳልል አይደለም ለዛ ስራዬ ሳይው የማሸሸ የተወለከለከ ነው ولا اقوى على نار الجحيم جهنم اللي بتلي دم ايهونلنيم جيتاي فهب لي توبه مهرتان ستني واغفر ذنوبي وانجلي مارين فانك غافر الذنب العظام انت كونجل وتش تلالك ماريون جيتانا مارين جيتاي ندم مالتي علماء منالو ادنى الندم تنشوا مسست متبالو تنشوا مسست ميبالو مالقس ወንጀልን ትዝ ሲል ቤት ቁጭ ብለ እስኪ ወላሂ እንሞክር ይህ ነደም የሚባል የራሱ የሆነ ጥፍጥና አለው ወላሂ የራሱ የሆነ ጥፍጥና አለው አላህን ብቻን አንድ ቤት ተዘጋና አስተግፍሩከ ያ ረብ ጌታዬ ማረኝ እባክህ የራሱ የሆነ ጥፍጥና አለው እያለቀስ ያ ከሪም ግፍር ወላሂ የራሱ የሆነ ሐላ እና አድነን ነደም ልታለቅስ ነው ይህን ካልቻልክስ አሉ ውስጥህ አለም ሊሰማ ነው ቁጭት አስተግፍሩላህ ይተግባባ አለያ ደሞ በምን ይገለጻላል ወንጀል ክናስታውሰ አላህ ያ ወንጀል እንዲመረ ሰደቃ መስጠት 10 ብር ታወጣና የሰራት ነው ነሽ ዘንባስተውሰ اللهم اغفر لي بلا مستت
ግልጽ ነው ኢንሻአላህ አንድ ነማዚጅ ሰጣችኋል ሰለፎች እንዴት ይጸጸቱ ሰሃቦች እንደነበር አንድ ታሪክ ልንገራችሁ በጣም ይገርማል ሐዲሱን ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው እቺ በጸጸቷ በጣም የምትታወቀው ሰሃባ ናት ስሟ ማን ይባላል ጋሚዲያ ትባላለች ጋሚዲያ ሙስሊም የቀራችሁ ሰዎች ታሪኳን ታቋት ይሆናል ይቺ ሴት ሰሃቢይ ናት የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረባ ናት ሰሃቢይ አግብታ ነው የምትኖረው ከነቢዩ እጅ ላይ ነው የሰለመችው እስልምና ነው የተቀበለችው ይቺ ሰሃቢይ ዚና ላይ ትወድቃለች ሱብሃንአላህ ሰሃቢይ ናት ግን ዚና ላይ ወደቀች ምነው እነሱም እንደኛ ሰዎች ናቸው የሚለዩት እነሱ ወንጀል ሲሰሩ ቶሎ ይመለሳሉ እኛ እዛው ላይ ነው የምንዘወትረው هذا الفرق እነሱ ቶሎ ነው የሚመለሱት ዚና ላይ ወደቀችና ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣች መጣችና አተት الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت طهرني አዝዳኝ የአላህ መልእክተኛ አለቻቸው በምን እንደሚያጸዷት ታውቃላችሁ በምን እንደሚያጸዷት ቀጥቀጣ አስገድለይ ማለት ዚና አግብቶ ዚና የሰራ ሰው ሐዱ ቅጣቱ ምንድነው ተከትቅጦ በድንጋይ መገደል አፈር ይቆፈርለታል ስለገቡ በድንጋይ ተመቶ ይሞታል አላህ ይምረዋል እንዳለው እንጀል ጠህርኒ አዝዳኝ አለች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛኝ አይደሉ ሶላዋት ረቢ ወተስሊማቱ ዐለይሂ ምናሉ فقال ويحك ارجعي واستغفر الله تملش ودا الله توبچ አሏት እሷም እንዳልሽ ታቃላችሁ መቶበት ቆይ በቃፍ ነው ቤቷ ገብታ አስተግፍሩላህ ብትል ባሏ ሳያቅ ነብዩ ሳያቅ ህዝቡ ሳያቅ ትችል ነበር አላህ ይምራታል ኢንሻአላህ ያሁን ሶስቱ መስፈርት ካሟላት ይሄ ይበቃኝ ማለት እሷ ይመሰሰቷ فقالت يا رسول الله انت يا الله ملكتኛ ወይ اراك تردني كما رددت معز بن مالك ማዒዝ እብነ ማሊክ እንደመለስከው ልትመልሰኝ ትፈልጋለህ ወይ አልቀጣሽም ብለህ አልቀጣሽም ብለህ ልትመልሰኝ ነው ወላሂ እኒ ለሑብላ ሚነ ዚና ፈጠሂርኒ ያ ነቢየላህ እኔ ከዚና አርግዣለሁ አጽዳኝ ነው እምልህ ከዛ ነቢዩም ተገረሙና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ አንቲ እኮ አንቺ ከዚና አርግዘሻል ቃለት ነዓም አዎ አርግዣለሁ አጽዳኝ سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قالت ارجعي حتى تضعي ما في بطنك تملشي لجون يا رجشون وستولجوني قالت سبحان الله راسوان لنبي قالتك زين عند سراج بالوا اوقا هل ايش بينات لو اغير اوقبات مسلم وهبرسب اوقبات ولكن التطهير اولى سوا غني يفلجك اغير يفلجي اني متطهر مصداف لو يفلجالك ከዛ በኋላ 9 ወሩን ይያለቀሰች የነደመሽ ቆየችና በ9 ወሩ ልጇን ወልዳ መጣች سبحان الله وقالت كنبي صلى الله عليه وسلم فيتكمچنا هو ذا قد وضعته فطهرني يا رسول الله ايهو ولجوالو انت يا الله ملكتኛው አጽዳኝ አጽዳኝ ባክ 8 ወር ይተከዘች ነብዩም صلى الله عليه وسلم من قالوا بي تملشي تملشي ارجعي وارضعي حتى تفطنه تملشي طوت سيطل مغم مبلا سيجمر يزشونه يا الله لا اله الا الله عند سو مغم مبلا حصان ما يقوم بس انت لو تاقالاتو على الاقل 2 عامت يفلق عليه يزن طوت تو مغب لمجمع علموش من يلالو 2 عامت اسالفتش بيت قچ بلا يالقسچ يتتصتتش تغبا ሁለት አመት ከቆየች በኋላ ሄኒጻው መጣች ሄኒጻ ልጅ መብላት መጀመሩ ለታሳይ ዳቦ እጁ ላይ ቁራሻ ሰዘዋለች ይላል ዳቦ ቁራሻ ሰዘችና ይዛው መጣችና هو ذا يا نبي الله قد فطمت واكل الطعام فطهرني يا رسول الله سبحان الله يا نبي الله ይሄው ጡት አቆማል መብላት ጀምሯል አስዳኝ سبحان سو እንዴት 3 አመት يا الله ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲስትላቸው መመላለሶን ሳይው ህፃን ልጅ ተቀበሉና ላንድ አንሳር ሰጡት ከአንሳር ጉሳዎች ውስጥ ከዛም ለሷ ጉድጓድ ተቆፈረላት እዚህ በታሽ ገባች ሙስሊሙ እየቀጠቀጠ ይገላስ ጀመር በድንጋይ ይወረወሩ ልክ ከመቷት ውስጥ አንዱ ማን ነበር ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ነበር በድንጋይ ሲመታት ደሟ ተፈናጥሮ እሱ ጋር ነረጨው فسبها وشتمها يسدبات يزلفات ገባ
نبي صلى الله عليه وسلم زر علونا مهلا يا خالد توبك أنت خالد فوالذي نفس محمد بيده لقد تابت توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم الصاقعون يتوبتك يتملسك ومملس لأند هزب بالنه كفافلو لببكات تقول بابا كل السوس تامت تسست تامت تكون راسو عندي أقالتا مسواتي هونك كذا النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا بات نا اذا وندموج توبه ندم شرط مسست قچ بلا يا رب اغفر لي هين يا رجن اندهون يانن فضل ناغنيال سويو 40 عمت سايمولاو صلات سايسجد 40 عمت كمولاو يتوبت الشرط كامولا الله 40 عمتون مولو اند سجد يصفلتا يين فضل لماغيت متتسست يا رب استغفر الله 40 عمت يال سجدكوت ሶስት አመት አራት አመት ያለፈይ ሶላት አስተግፍሩላህ ቁጭ ብለ መሰሰት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ወደ ኸይር ጽፈዋለሁ አለ መስፈርቱ ሶስቱ ሸርጦች ይህ ነው ይላሉ ይህ እንግዲህ ባንድ ባሪያን ባሪያና በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መካከል ያለ ከሆነ ነው እሺ ከበኒ አደም ጋር ተስስር ካለው ስወንጀል ተግባባ ለምሳሌ ሰው አምተል ሊሆን ይችላል يك الله بستجربا كسوش جوش غام يازال هي ونجل عالم يسو نبرت سرقن كمتل ليون يشلال يك مانغا يازال كسوش نبرت غان ميازو يي دمو ليلى اراتنيا شرط اسفلكوا على العلماء انبل لمثالي عند ليباسو يسو بر سي سرق يكرمسو سي سرق يكرمسو قدم يالناچو 3 مسفرت اموالا كمسرق ونجل اقوما على سرقن بلا وسنه ሁለተኛ ላይመለስ عزم الا يعود ላይመለስ ቁርጥ ውሳኔ ውስጥ ገባ ተግባባ ሶስተኛ በነደም አለቀሰ እንዴት ሰርቃለሁ ብሎ አለቀሰ ከአላህ ዘንድ ያለው ይሄ ይማራል ግን ሲሰርቃቸው የነበራቸው ሰዎች ብር ካልመለሰ ወንጀሉ በጥያቄ ስር ነው መስፈርቱ ይገባቸው ያነ በአላህና በአንተ ዚና ብትሰራ በአንተና በአላህ ውስጥ ያለው ወንጀል ነው አላህ አንተ ተውብታለህ ይምራሃል ተግባባ ሶላት ተብቶን አላህን ማረይ ትለዋል ለይመረ ይችላል የሰው ንብረት ወስደ ከሆነስ አራተኛ ሸርጥ አለ ወይ ወንደሞቼ ይተግባባን ኢንሻአላህ አራተኛው ሸርጥ ምንድነው ሐቃቸውን ልትመልስ ተግባባ ለምሳሌ ብር ካንድ ሰው ሰርቀ ወይ ቀምተው ወስደ ከሆነ ለዛ ሰው ይሄን ብር ወስደ ሰርቀ ያለው ወይ ወስጀባለው እንካ ብርህ አሊያ ደሞ ልከፍልህ አልችልም አፉ በለ مسفرتين اراتنيا مسفرت يين كلام مالان ونجلو ايمار الله ياغباون بس ونجل الله ببني ادم محل يالله ونجل ياغباون بسنا ببار يالله نو الله ميملكته تغبابان انتو كونه هده عفو بلنيا متشحلو يقرت ادرغلني ونجلون بتنغرو ياطالاني الكا شفنا عفو بلني تغبابان ይህ አራተኛው ሸርጥ ነው صحا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث لي منالو لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه قال ان انتكو يسوچن حق يوم القيامه لتملسوات نو بغداب حتى قالوا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة الكرناء الله سبحانه وتعالى دنيا لي يتبددلوتن ملو فتح نا ميسطو حتى قالوا نبي صلى الله عليه وسلم يهم قابي هون للشات الجلحة كان دي للات فييل وين بقى اللي شار كان دي اللات فييل كان دي للات وقتات كهونة الله سبحانه وتعالى كان دي للات يوم القيامة كان دي ستاتنا كان دي نبرات وقيات إلى ذا اللي وقات يا ياتشو فتهنا يوم القيامة انكفلات اللي حق خير سراك لله انكحسناتش يعني اون توبا قال ادرغن كحسناتنا من كفلو وفي حديث ابن انيس ابن انيس بزغبت حديث لا يقول الله تعالى يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه من الى انا الملك نغسو نينين انا الديان لغاشو سجو نينين لا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه ولاحد عنده مظلمه حتى اللطمه الله سبحانه وتعالى من الى نينين نغسو አይገባም لا ينبغي لاحد من اهل الجنه لاند جنت سوكو አይገባም ان يدخل الجنه جنت لغبا ولا احد عنده مظلمه يليلا سو بدل اسو زنديا حتى اللطمه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم
الله سبحانه وتعالى من قال تفين كوابتو سو تفي تمات تبتون يشن تفي سات تملس جنة استات قبا يسو حق نوهي قلسنا يا الله دلم يسو بدل كونا عفو بلي بالروس دكوري لكفل على شاركم عفو بلي قال الكو يا ونجل يوم القيامة تتيك بتال كفل تبال الله امت كفلو دمو بر الله يوم القيامة حسنانو يا الله كخير سرايك ورسك تسات الله. يقول سفيان الثوري تلكو كدمي تكسنا شو عالم من إلى اللو الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل من الذنوب التي بين العبد وبين العباد بالله مكاكلنا بباريو مكاكل يا الله ونجل أسهل نوالو قرنو كلالو كمن أنصار في النزاصر بباروش محل كالو ونجل قاسي النزاصر تكبابان زينا بتصرا الله نامس أهوال ይሄ ወንጀል አለ ሰዎችን ብትበድል ይሄ ወንጀል አለ ሁለቱ ሲነጻጸር የቱኛው ይቀላላሉ አላህም ብታምጸው ይቀራል ምን ነው አላህም ብቻ አንተ ድብቀ ልትወብ ትችላለ ያነኛው ግን አችልም ግልጽ ነው መስፈርቱ ኢንሻአላህ ነማዚጅ ግን አንድ ሰጣችኋለሁ አንድ ሞዴል አንድ ኤግዛምፕል ነማዚጁ ሚነ ታኢቢን ሰለፎች እንዲህ አኺራ ላይ ከአላህ ፊት ቀርበው حساب اندمي يازو سلم ياكوت الدنيا لي حساب اورار دو نبرو ده الله ميگنايت گلسنا عند تاريخ لنگراچو لما حضرته عباده بن الصامت رضي الله عنه الوفا عباده بن الصامت ميبالون تلكون صحابه رضي الله عنه موت عفاف لي اند درس عباده اخرجوا فراش الى صحن الدار يتنياوبتن فراش ود አጥር ግቢው አውጡልኝ አላቸው ቤት ላሉ ሰዎች فاخرجوا تشكموا وطتسوا ثم قال كذا من قال اجمعوا لي موالي وخدمي وجيراني ومن كان يدخل علي بلوا غربيتوچن بيت زمدين اني غامي غبوتن كني غا نكك يالاچو سبسبولني يا غرون سو سبسبولت غبي وسط فقال بلوا على من قال اني لا ارى يوم هذا آخر يوم يأتي علي من الدنيا يجيك أنين آيات هلو كالدنيا متمت اللي يمجر شواك أنا مدهولج لموتنا نيالج وليلة هذه أول ليلة من الآخرة يجي دموعون ما قنيات لليت متمشو لليت يا آخرة يمجمري لليتنات بي قمت هلو يتقبابان واني الا اني لا ادري لعله فرط مني اليكم شيء بيدي او بلساني من البات سلاكو بجي وي بملاسي غودتشاچو ليهون يشلال بدياچو ظلمياچو ليهون يشلال بروس جباچو وي امتشاچو ليهون يشلال وي سدبياچو اسالكم ان تقتص مني قبل ان تخرج روحي امج روحي كموطاتها بفيت اهون متوسدوتن موسل وساني وسدوبي وهي عفو بلوني ويمتا درقوني انا درقوني فضجوا وبكوا وقالوا بل كنت والدا ايانو مالك اسجنبر هزبو يتسب السبو دقنتاتشو تلقنتاتشو نياك سلامة برمنالو فبكوا جميعا وضجوا وقالوا بل كنت والدا انديتا اينت عباتك كونو لاغري نبركو انت وكنت مربيا صوتا كباكا بيكوني نبرك انت وكنت مؤدبا صون مكاري قساج انوكو نبركو ولم تكو قلت لخادم قد تسوى لسراتنيا متفوق التناغرم ماتاك انت اندمو منونو يكرم من لهابت كزاسو منال قال اتجودوني بالدم بانباچونو اندي متلقسوني وما يغني الدم الله زندكم باچو يتكمنين اغفرتم لي مراچوኝ ያልገሩ سبحان الله فبكوا جميعا ان دال لقسون عين عام او عفو بلنحل كنيا غا منن بيسراو يلم كن كالكن شعفو بلنحل كذا سو ود سماي قنالنا اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد جيت يا الله مسكرونني هو ادرشال سبحان الله يقول ثم قال اشهد ان لا اله الا الله ثم لقي الله الهلال شهدا درجناك الله سبحانه وتعالى جاتجناي نا مؤمن دنيا لين حساب وراردو ميهد تكباب وانجل ذنب لن امتنا ليان كذا بالرسدنال يان سدبنال دنيا لي عفو تام تيقال
ይሄን ዱንያ ላይ ይሄን ጉዳይ ካልወሰድነ አኸራ ላይ ከአላህ ዘንድ ተጠይቀን ከፍለዋል። የቁሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ይላሉ እዳውን ሳይከፍል ሲራጥን መሻገር የለም። ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምንድነው የሚለው? ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون انتم ከዛ በኋላ يوم القيامه ከአላህ ፊት ትከራከራላችሁ፣ ሂሳብ ታወራርዳላችሁ። ስለዚህ እኽወተ ልኢማን ረድ ሕቁቅ መመለስ የግድ ዋጅብ ነው። ተግባባን። ነማዝ ይልስታችሁ አንድ ታሪክ፣ የአንድ ሰው ተውባ ታሪክ። ይህ ሰው ማሊክ ብኑ ዲናር ይባላሉ። ትልቅ ዓሊም ናቸው። ይህ ዓሊም ማሊክ ብኑ ዲናር ከሰለፉ አኢማዎች ውስጥ ከታቢዒኖች ውስጥ ትልቅ ኢማም የነበሩ ናቸው። ማሊክ ብኑ ዲናር ህይወታቸውን እንዴት እንደጀመሩ ሲናገሩ ምን ይላሉ? ህይወቴን በስካር መስከርና የጠፋው ሁኝ ጀመርኩት ይላሉ። ህይወቴ በቃ መስከር መጠጣት መዝለል ነው አሉ። ማሊክ ብኑ ዲናር ማለት ትልቁ ኢማም ናቸው ከሰለፎች ውስጥ፣ በጣም ትልቁ ዛሂድ ተብለው የሚታወቁ ኢማም ናቸው። ይህ ኢማም ምን ይላሉ? ህይወቴ እየሰከርኩ ነው የጀመርኩት ይላል። አንዴ ከእለታት አንድ ቀን ሚስት አግብቼ ልጅ መውለድን ተመኘው ፈለግኩ ይላል። ከዛ በኋላ ምን አደረግኩኝ? ሚስት አገባውና አላህ አንዲት ሴት ልጅ ሰጠኝ ይላል። ፈሰመይቱሃ ፋጢማ፣ ፋጢማ ብዬ ስሟን ሰየምኳት። ፋጢማ አልኳት ስሟን። ከዛ ፋጢማ እያደገች ስትመጣ ልቤ ወደ ኢማን እየቀረበ መጣ ይላል። ተግባባን። ወንጀል መስራት እየተውኩ ውጭ የምጠጣውን መጠጥ ቤት ይዤ መግባት ጀመርኳል። ፋጢማ አንቺ እኔ ቁጭ አድርጌ ነበር የምጠጣው ይላሉ። ግን ያኔ ሙኖ ይሰግዳሉ። ከዛ ፋጢማ አንዴ ቁጭ ብዬ እያለው ሁለት ዓመት አይሞላትም ነበር ይላሉ፣ የምጠጣውን መጠጥ መጣ በእጇ ገፍታ ደፋችብኝ። እኔ ያኔ አሃ አልኩ፣ ይህ የፋጢማ እጅ አይደለም አልኳል። የማን እጅ ነው? የአላሁ ስብሓነ ወተዓላ እጅ። እኔ ተው እያለኝ ነው በእሷ እኮ ብዬ ተረዳዋል። ከዛ ፋጢማ ሶስት ዓመት ሞላት ይላል። በጣም የምታጓጓ ህፃን ልጅ ነበር ይችላል ፋጢማ። ሶስት ዓመት ሲሞላት አንድ መጥፎ ክስተት ተከሰተ ይላል። ፈቀድ ማተት ፋጢማ፣ ፋጢማ መወዳት ልጄ ሞተችብኝ ይላል። አልቻልኩትም፣ ትግስቴ የለኝም ነበር አሉ። ከነበርኩበት መጥፎ ባህሪ የበለጠ ሁኜ የተመለስኩ ይላል። መጠጣት መስከር ጀመርኩ ይላል። በንዴት ትግስት አልነበረኝ። ከዛ አንድ ቀን ይላሉ ሸይጣን መጣና ምን አለኝ? ለተስኩረነ ልየውመ ሰክረተን ማ ሰኪርተሃ ምን ቀብል አለኛ። ዛሬ ሰክረው ማታቆን ስካር መስከር አለብህ አለኛ። እኔም በቃ እሻልኩት ሸይጣን። ስጠጣ በጣም ስጠጣ በስካር መንፈስ ህልም አይኔ ለየተ መዥገርገር ጀመረ ይላሉ፣ ከላይ ወደታች። ከዛ ወደኩና አንድ ለተውባ ብር የከፈተልኝ ህልም አየሁ ይላሉ። ልክ ተኝቼ እያሉ ከአነል ቅያመተ ቀድ ቃመት፣ ቅያማ የቆመ መሰለኝ አሉ። አላህ በህልም ነው የሚያሳያቸው። ፀሐይቱ ጠቁራለች፣ ሰው ሁሉ አላህ ፊት ላይ ተሰብስቧል፣ ባህሩ ይነዳል። ወኢዘል ቢሃሩ ፉጅአት፣ እዛ ሰው መሃል መሕሸር አላህ ፊት ላይ ቁመን ተጣሪ ከአላህ በኩል ተጣሪ ይጠራል አሉ። ምን እያለ ይጠራል? ያ ፉላን እብኑ ፉላን እከሌ የከሌ ልጅ ወይ ውጣ ለአላህ ለሒሳብ ለመተሳሰብ ብሎ ይጠራል አሉ። ልክ ያ ሰውዬ እንዲህ ብሎ ሲጠራ የተገየር ወጅሁ አስወዳ ፊቱ ክስም ይላል በጽልመት። ልክ ሰው ሲጠራ ቆየና የኔ ስም ተጠራል፣ ማሊክ ብኑ ዲናር እኽሩጅ ሊልዓረድ ዓለላህ፣ ከአላህ ፊት ለመቆም ውጣ ተባልኳል። ያኔ ሰው እንዳለ አካባቢ ይጠፋኝ ይላሉ፣ ህልማቸውን ታሪካቸው ላይ ሲጠቅሱ። ከዛም ከፊት ለፊቴ ረዥም ትልቅ ዘንዶ ያባረ ይገባሉ። እኔ ስሮጥ እሱ ሲከተለኝ አንድ ሽማግሌ መንገድ ላይ ያገኙ፣ በእድሜ ገፋ፣ ዱላ የተመረኮዘ። ከዛ እኔ ምን አልኩት ያን ሽማግሌ? አንኬዝኒ እባክህ አድነኝ ስለው ትክ ብሎ አየኝና እኔ ሽማግሌ ነኝ እንዴት ብዬ ነው ማድነ? እስኪ ትድን ከሆነ በዛ አካባቢ ሩጥ አለኛል። መሮጥ ጀመርኩ፣ ያባብ ይከተለኛል። ከኋላዬ ሲከተለኝ ስደርስ ሰዓት ነው ከፊት ለፊቴ። ቁልቱ አአፊሩ ሚነ ሱባን ሊአልቅያ ፊና፣ ከእባብ አምልጭ ሰዓት ውስጥ ራሴ ልጥም? አይሆንም አልኩና ዙሬ ሮጥኳሉ። ስሮጥ ያን ሽማግሌ ዙሬ ያገኘሁት ይላሉ። ህልማቸው ነው። ሱብሃንአላህ። ከዛ ያን ሰው መጥቼ አንሽዱ ከአላህ አንኬድኒ፣ በአላህ ይሁንብህ አድነኝ ስለው እገዘኝ እርዳኝ ስለው አለቀሰ ለሁኔታዬና ምን አለኝ?
እንዴት ብዬ ላድን ልጄ እኔ ደካማ እንደምታየኝ እስኪ ትድን ከሆነ ወደዛ ተራራ ሩጥ አለኛል። ወደዛ ተራራ መሮጥ ጀመርኩ ይላል። ስሮጥ ከተራራው ላይ ህፃናት ተሰብስበዋል። ከዛ ህፃናቶች ምብር ይጣራሉ። ያ ፋጢማ አንቂዲ አባኪ ይላሉ። ፋጢማ ወይ አባትሽን እባብ ሊበላው ነው አድኝ ይሏታል። ይህን ሲጣሩ እኔ ልጄ ልካ በሶስት ዓመቱ የሞተችብኝ ልጅ አለኝ ልታድኔ ነው ብዬ ደስ እያለኝ ወደ ተራራ ሮጣለሁ። ልክ ተራራው ላይ ሲደርስ እኔም በቀኝ እጇ ይዛ እባቡ እንዲያርጋጣለችው ፋጢማ ይላሉ። ከዛ ዱንያ ላይ አደርጋት እንደነበር ጉልበቴ ላይ አስቀመጥኳትና ታወራ ይጀመር። ያ አባቴ አባቴ እንዴት ነህ አለች። ከዛ ልጄ ወይ እስኪ ንገረኝ ይሄ ወይ ቆየንና ያ እባብ የሚያሯሩጠኝ ምንድን ነው አልኳት። አንተ አባቴ ይህ እኮ ዱንያ ላይ ስትሰራው የነበረው ወንጀል ነው እያከታተለ ሊበል አንተን ያወፈርከው እንዲያደርገ ይህ ወንጀሌ ነው። እሺ ያነሳ ሽማግሌ ሰውዬ ምንድን ነው? ذاك عملك الصالح ያማ ኸይር ስራህ ነው ግን ደካማ ነው ሊያድንህ አልቻለም አንተ አደከምከው እንዲያደርገ። ከዛ በኋላ አንድ ቁርአን ቀራችልኝ አለ። ምንም ይል አለም ያኒ للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر ለእነዛ ምእመናን ልባቸው ለአላህ ግሳጼ የሚፈራበት ጊዜ አልደረሰም ወይ የሚለውን አያት አንበበችልኝ ይላል። ልክ እኔም ከእንቅልፌ እየጮኩ ተነሳው ይላል። ነአም አነል ወቅቱ ያ ረብ፣ አዎ ጊዜው ደርሷል ጌታ እያልኩ እያለቀስኩ ተነሳው። ተነሳውና ሻወሮ ስጄ ታጠብኩ ዷርኩና ወደ መስጊድ መሄድ ጀመርኩ ይላል። መስጊድ ገብቼ ሱብሒ ስሰግድ ኢማሙ የመስጂዱ ኢማም ራሱ እቺን ምዕራፍ እየቀራት ነበር። አለም ያእኒ ሊለዚነ አመኑ አን ተኽሸዐ ቁሉብሁም ሊዚክሪ ወቱብቱ ኢለላህ፣ ወደ አላህ አልቅሽ የተመለስኩ ይላል። ለዛ ነው ከዛ በኋላ ትልቅ ኢማም ሆነው ትልቅ ህዝቡን ሰብስበው የሚያስተምሩ ኢማም ታላቅ ዓሊም ሆነው ወጡ እና መስጂዱ በር ላይ ህዝብ ከወጣ በኋላ ይቆሙና ያ አብዱል ዓሲ ቱብ ኢለላህ ይሉ ነበር ሁሌ ማታ ማታ። አንተ አላህን ያመስክ ባሪያዬ ወደ ጌታ ተመለስ እያሉ የሚያለቅሱ ኢማም ነበሩ፣ ማሊክ ብኑ ዲናር። አንዴ በጣም የሚገርማችሁ ይህ ኢማም ትልቅ ዓሊም ከሆኑ በኋላ ቤታቸው ውስጥ አንድ ቀን ዚክር እያደረጉ እያለ አንድ ሌባ ሊሰርቅ ገባ ቤታቸው። ሌባ ሲገባ እሳቸው በጥግ ነበሩና ያስተውሉታል ምን እንደሚሰርቅ። ያ ሌባ ሲፈልግ የሚሰርቀው አጣ፣ ቤታቸው ምንም የለም። መረረውና ተቆጦ ሊወጣ ሲል ምትሰርቀው አጣ ነው እንዴ አሉት። አዎ ቤት የለው ማለሱ ነው ደፋር ና እንግዳ የሚሰረቅ ልስጣሉትና የውዱሃ ዱዓ አድርገው ሰጡት። እስኪ ዱዓ መጀመሪያ ውዱ አድርገ መጀመሪያ ውዱ አደረገ። ረካተን ሰገደ። እጁን ያዙትና መስጂድ ይዘው ተሉ። አብሯቸው እሳቸው ተከትለው ሰገደና ሲያበቃ እሳቸው እንዲህ ወንበር ላይ ቁጭ ብለው ህዝቡን ማስተማር ሲጀምሩ እሱን አምጥተው ጎናቸው ቁጭ አረጉት። ህዝቡ የመስጂዱ ሰው ተገርሟል። ከኢማሙ ማሊክ ብኑ ዲናር ጥግ የተቀመጠው ምን አይነት ዓሊም ነው? ይህ ሀገር የመጣ እንግዳ ነው ብሎ ህዝቡ በትኩረት እንዲያስተዋውቋቸው ፈልጎ ያ ኢማም ምን ዛከ ረጁል፣ ይህ ሰው ማን ነው አሏቸው። አስተዋውቀን እንጂ ቃል አማ ሀዛ ጃአ ሊየስሪቀና ፈሰሪቅና ሆን፣ እቺማ ማታ ልሰርቀን መጣ እኛ ሰርቀናት ነው አሉ። ማሊክ ብኑ ዲናር እንዲህ አይነት ትልቅ ኢማም ተውባ ሽሩጡን አሟልተን እንዲህ ነው መሆን ደግ ሰው። ከዛ በኋላ ያ ወንጀል ትት አዲስ ፍጡር አዲስ ሰው። እሺ ተውበት እንዳንተውበት የሚያግዱ ምንድን ነው? ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም። ተውበት እንዳንተውበት የሚያግዱ ምንድን ናቸው? አጠርጠር ላደርገው ኢንሻአላህ። መዋኒዑ ሚነ ተውባ አልመዋኒዑ ሚነ ተውበቲ እንዳንተውበት ከሚያግዱ ነገሮች ምን ምን ናቸው? እስኪ ተመልከቱ፣ እየተወያየ ነው የምናደርግ። አንደኛ ጡሉል አመል አጉል ተስፋ። አላህ ይመረኛል ካምፓስ ግራጁዌት ሳደርግ ቀጥብዬ ሙልተዚ መሆናለሁ ይላል። እህታችንም ትዳር ስዝ ነው ሂጃብ የማደርግ ትላለች። ጡሉል አመል ጁማዓ ሶላት ጀምራለሁ ይላል መስጂድ ነድ ስትለው። ከረመዳን በኋላ ቀጥ ነው ምል ይልሃል። ፈሀል ተደመንተ ልሐያት ህይወትን ተማምነህባታል። ጡሉ ልአመል አጉል ተስፋ በቃ ነገ እኖራለሁ የሚል ስሜት። ይህ ከተውባ ከሚያግደን ነጥቦች አንዱ ነው። ቶሎ ወደ አላህ እንዳንመለስ ከሚያግደን ነጥብ ውስጥ ነገ ተውብታለሁ። አሁን እርግጠኛ ነኝ ከዚህ ይሄን ዳዕዋ እንኳ የሰማን ሰዎች ምን ያህል ነን ወደ ቤት አሁን ሄደን ቶሎ የምንተውብተው?
ነገ እንዲህ ብለንም እናዘገይ ይህ ሰዎችን ቶሎ ወደ አላህ እንደይመለሱና ቀደም የገለጽነው ጸጋ እንዳያገኙ ከሚያግዳቸው ነጥብ ውስጥ ነው። አንድ ዑለማዎች ምሳሌ ሲሰጡ ምን ይላሉ? አንድ ዛፍ እንውሰድ ይላሉ። አንድ ወፍራምና ትልቅ ዛፍ ገና ለጋ ያለ ያ ዛፍ ለአንድ ጠንካራ ወጣት ልጅ ምን አሉት? ቁረጠው ይህን ዛፍ አሉት። ይህ ወጣት ልጅ ምን አለ? ነገ ቆርጠዋለሁ። ነገ ደግሞ ሲሆን የዛሬ ዓመት ቆርጠዋለሁ አለ። ያ ዛፍ እየወፈረ እየሰፋ እየተለቀ ሲሄድ፣ ይሄ ወጣት ልጅ እያረጀ እየሸመገለ ሲሄድ መቁረጥ ይችላል? አይችልም። لذا الله سبحانه وتعالى يقول والذين اذا فعلوا فاحشه مدفو فاحشه وانجل سيسروا او ظلموا انفسهم وهم نفسوچاچون سيبدلوا ذكروا الله الله ان يستغفروا فاستغفروا لذنوبهم ود الله طول يملسالو ومن يغفر الذنوب الا الله كالله وجه اسمان ممر الله ولم يسروا مسفرت عايشين ازاو لا عايزوتو ፈውረን ቶሎ ወጥ ወደ አላህ ይመለሳል። አሁን መንገድ ላይ አይነ حرام ላይ ይችላል ወይ ተሳስተ ሱብሂ አልፎ ልታነጋት ይችላል። ቶሎ ሰግድ አስተግፍሩላህ ያ ረብ ወለም ይስሩ እዛው ጋር ይዘውትሩ። ቤት ከሰራው በኋላ ነው ሪባ ማቆም የሚባል ፎርሙላ የለም እስላም ውስጥ። ፈውረን يقول الله تعالى الله قران لمن الى انما التوبه توبتك مهرتا كني زند على الله كالله للذين يعملون السوء بجهاله ወንጀልን ቢጃሃላ ሳያቆም ይሰሩ። ቢጃሃላ ማለት ጃሂሉ ነው ማለት ነው? ዚና ዚና መሆኑን ሳያቅ የሰራ ማለት ነው? አይደለም። ቢጃሃላ ማለት ጃሃለ መቃም አላህ የአላህን ሀያልነት ረስቶ ወንጀል ውስጥ ይወድቃል ይሰው አይደለም? ቢጃሃላ ማለት ተፍሲሩ ይሄ ነው። ልክ ይወድቅና ግን እዛው ላይ ይዘወትሩም ثم يتوبون من قريب ቶሎ ይመለሳል። ምን ይላል አንድ ገጣሚ ይህን ግጥም ሰውት تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. سبحان الله. تزود للذي لا بد منه ممتعت يقد لهن موت تزقت جلت فإن الموت ميقات المعاد موت يتوسن يتقدم قزي تستون تقبابا لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون أترضى تودى لهندي أن تكون رفيق قوم يسوش قوى الدنيا مونت فلقى لهندي لهم زاد وأنت بغير زاد النسو سنكاتشون تتكاتشون يزودا الله سيدو أنت على تتكمر تفلقى لهندي نقيتو بتعلو ميل موتو الفجأة بمتأبس بيزيس الله دنقت تقبابا أنا عندك تاريخ لنقراتش والله بزمن ويتكستت عند تاريخنا سويو مكيناو نيزو يهجنا አስፋልት ላይ ሲሄድ የትራፊክ መብራት ይበራና ቀይ መብራት ሲበራ ፍሬኑን ዘይ ይቆማል። ይሰው ቆሞ ያለ ካነት ልቡነይ ኃይላል ትንሽ ደቂቃ ነው ቆሞ ደቂቃ ማይሞላ ልክ አረንጓዴ በራ መብራቱ ተቀይሮ ህድ ሲባል ሌሎች መኪና ሲያልፍ እሱ እንደቆመ ነው። ምንድነው ብለው መጥተው ሲያዩት መሪው ላይ ተደግፎ ሞታል። ይሰው موت الفجأة ድንገት ነው። አሁን ያየን ነው ደም ብዛት አንቆት ይባላል። ምን እንታምናለው والله ምንም ቢታመን ነገር አሁን የለውም እኮ እዛው ላይ ልትሞት ትችላለህ። ስለዚህ ሞት አላህ ዑምሩን የነገረው ሰው ነው ነገቶብታለው ነው ሙእሚን ፈውረ ነው يقول الله تعالى الله قران لمن النبي له وسارعوا تشاكلوا الى مغفره من ربكم ودقيتاچو مارتا روت سوف نغارغوا له ميبال جند من جنود ابليس نايبال يا شيطان مساريا نو نك نكوديا لو دفيت يي مسلم بحر يا دلم طول العمل اسطروا له ليلو موانع التوبه كتوبه كم يعقدونس الاستهانه بالذنب من سرا وانجلن اقلو مايت ايشي من الله تبله مالت الله سبحانه وتعالى يقول في القران وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم እናንተ ምትሰሩትን ወንጀል ትንሽ ነው ትላላችሁ ከአላህ ዘንድ ግን ከባድ ነው ወንጀሉ። ሌላኛው ሶስተኛው ላሳጥረው አልትካሉ አላ አፍው الالهي ባል አላህን ማሪ ነው ብሎ መደገፍ ወንጀል ይሰራል። ለምን እንደው ስትያት አላህ غفور الرحيم ነው ይሄናውን ቁሰው ሚለው ባካ አላህ غفور الرحيم نعم غفور الرحيم ولكنه شديد العقاب። رابعاً አራተኛ ከመቶበት የሚያግደን ነገር አልየእሱ ሚነል መግፊረቲ
ያ ከአላህ እዝነት ተስፋ መቁረጥ እኔ ሙላ ወንጀል ሰርቼ እውነት አላህ ይምረኛል ነው ይሄ ራሱ ተስፋ ማለት ለዛ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን ይላል انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون كالله تسفى ميقرط يلم كهديان بيهونج مؤمن تسفى يقرط قدم اندالو قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله كالله زنت ايقرطم يي نو يلالو خامسا امستنياو يونجلن ونجلون حقيقاون على مردات يلالو ان شاء الله كذا وجه فوائد التوبه كتوبه منا ترفو ترف مندنو عندنا تقل لما درك تكفير السيئات يسرار ونجل ودخ يمار لنا تكفير مالت ممار تقبابا الله سبحانه وتعالى يسرار ونجل يمروال هي من ثمرات التوبان كتوبه فريوج كمن ناغنيو تكموس بمتوبتو عند سو هين ياغنيال لزانو نبي صلى الله عليه وسلم حديث من يلالو التائب من الذنب كمن لا ذنب له ከወንጀሉ የተመለሰ ምንም ወንጀል እንደሌለው ሰው ነጭ ጨርቅ ነው። ثانياً ሁለተኛ አተውበቱ ይበድሉ السيئات الى الحسنات መጥፎን ስራ ቀድም እንዳለው በመተውበታችን ወደ خير ይቀየራል ቀድም ያነበብነው ምዕራፍ ማለት ነው። ثالثاً ሶስተኛ አተውበቱ سبب في الحياة الهدئة المطمئنة الدنيا ላይ ረጋ ያለ ህይወት የጣፈጠ ህይወት መኖር ይፈልገ ተውባ ማብዛት አለበት። يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى القرآن من إلال وأن استغفروا ربكم ودقيتات استغفار درقوا ثم توبوا إلي ودسوا تملسوا يمتعكم متاعا حسنا الدنيا لي ترو متاك أمن ياتاك ما تشوهل إلى أجل مسمى بس كتوسنا كزيغا بدرس الدنيا لي رقا لهيوت ما نوري فلقا كتوبة قرأيت وما نوري نور بتل رابعا يتوبتكم التوبة سبب في ساعة الرزق كلاتشين على ينور የንግድ ፈን ያጠናን ያለ ነው አር እቺ ታተርፋለች እቺ አታተርፍም ነው አር ይሄ ሁላቸው ነው የንግድ ዘርፍ ነው ነግራችሁ يقول الله سبحانه وتعالى من الى وقلت استغفروا ربكم النبي الله نوح منالو ወደ ጌታችሁ ተመለሱ አልኳቸው ጌታዬ انه كان غفارا እሱ ወንጀሎችን ማህሪ ነው يرسل السماء عليكم مدرارا ሰማዮችን በዝናብ ይለቅላችኋል ويمددكم يلغساتوحال باموال بغنزب وبنين بلجوج والله رزقو طفب يالبت نجدو مرتام يالونبت سو استغفار ما بزات لذا نو عنده النبي صلى الله عليه وسلم تن رزقين بيالني علاچو توبه ابزات استغفار رزق هي سفال ود توبه ستا بزا استغفار ستا درج رزق هي سفال ما يهدو خامسا التوبه تطهر قلب التائب مي توبت سو لبون تاطروالش توبته النبي صلى الله عليه وسلم حديث لمن يلالو عند سو عند ونجل سيسرا تقور نطب لبو لي يصافبته سيتوبت ياتشي نطب تنسالج اي غرم سبحان الله على يالتوبت اندون هي تقور نطب يتدرارب راني سرال يدزدزال الله قران لي يالو ران يمطالو كلا بل ران على قلوبهم لباچو لي تدزدز يسروت ينبروا انجي انا لبن يا صدال نو أمس سدستنيا التوبة سبب الفلاح في الدنيا والآخرة ودى التوبة مملس بالدنيا بآخرة فلاح نجا وطنة يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى القرآن لمن إلال فأما من تاب يتوبة وآمن وعمل صالحا خير سرى سرى سكتلو فأسى أن يكون من المفلحين يه كدقى فلاح كميو تطنميو يتوبة انتك ما يهتشو الدنيا بآخرة ملي فلاح اخرا لمن الى يقول الله تبارك وتعالى الا من تاب وامن وعمل صالحا خير يسكتل فاولئك يدخلون الجنه جنه جبال النزي ولا يظلمون شيئا تكيتم اي بدلوا عوامل الثبات على التوبه توبه ليس انتن اندنقي اميردا النجر مندن سوچ بزو غزي تعال توبه يملسالو عمت سايمونو يشراتتا رمضان لي غبزنو يشولكال لمن من رالو علماء ميقز نقر بتوبة لند السنة مفارقة الأصحاب الذي يذكرونك به أو يدعونك إليه يانو انجل ميستاوسون قادنوش مراك بتاهم بزوسو يتوب بتال رمضان دوتا احتكاف دوتا كدرو قادنوش قيولال بزو طفتو يكرا يانو انجل ليستاوسو ميشيرو سوچين مراك وين مودزا ميتارو سوچين مششت تقبابا
ይህ በጣም የሚጠቅመን መሳሪያ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሒህ ሙስሊም ላይ አንድን ታሪክ ይናገራሉ። ታሪኩን ታውቁታላችሁ። ይህ ታሪክ ምንድን ነው? የአንድ ሰው ታሪክ ነው። ሰውየው 99 ነፍስ ገሏል በበኒ እስራኤሎች ዘመን። 99 ነፍስ ስብሓንላህ ገደለና አንዴ ወደ አላህ መመለስ ፈለገ። ወላኪን ፈሸከ ይላሉ ተጠራጠረ። አላህ ይምረኛል አይምረኝም? ፈሰአለ አን አዕለሚ አህል ልአርድ መሬት ላይ ያለን ሙፍቲ ንገሩ ሲላቸው ፈዱለ ዓላ ረጁሊን ዓቢድ ራሂብ አላህን የሚገዛ ዓቢድና ራሂብ ከሆነ ሰው አመላከቱት። ዒልም ከለለው ሄደና ለዛ ሰው ምን አለው? እኔ 99 ሰው ገድያለሁ ብመለስ አላህ ይምረኛልን ወይ? ያን ራሂብ ዓቢዶች ናቸው። ራሂቦች አላህን ሲገዙ ወንጀል የማያውቁ ሰዎች ናቸው። እንዴት አንድ ሰው 99 ሰው ነፍስ ይገላል ብለው ገርሟቸዋል። ከዛ ምን አሉት? ላ ለይሰ ለከ ተውባ አንተ እንዴ አላህ ይምረውም 90 አንገት ቁርጣ አንተ فغضب الرجل فكمل بإلماء الى النبي صلى الله عليه وسلم تقطعنا السنه ذو قنت سو متمولاب الله قال ما رني انت سفيد بتزرال بس متمول الى النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهل فسال ان اعلم اهل الارض ليلى عالم نو املاكتني املاچو املاك فدل الى رجل عالم تلك عالم املاكتوت فاتى ودزا سو يمطانا منالو እኔ መቶ ነፍስ ገድያለሁ ብመለስ አላህ ይምረኛል ይላል። ሱብሃንአላህ። ያ ዓሊም እንዳል ታቃላችሁ ወመን የሁሉ بينك وبين التوبه በአንተና በተውባ ማህል የሚገባ ግርዶሹ ማን ነው? አው አላህ ይምራሃል። ወላኪን አለው انطلق الى ارض كذا وكذا ወደ ወነች ደግ መሬት አለች ወደዛ ሄድ فان فيها قوما صالحون فاعبد الله معهم ከነዛ ጋር ሄድና ደጋግ ሰዎች የሚኖሩበት ቦታ ነው። ከነሱ ጋር ሄዳ አላህን ተገዛል። ወላ ተርጅዕ ኢላ በለድክ ወደ ሰፈር ወደ ሀገር እንዳትመለስ فإنها أرض سوء የመጥፎ ሰዎች ቦታ ናት። ምን አለው? ቦታህን ልቀቅና ሄድ። ሰውየው ተውባ ሚሰራ መስራት ከፈለገ የድሮ ጓደኞች ሊደምር ይገባል። አሁን ካስኩት አቋም ጋር ይሄዳል አይሄድም ሊቆርጥ ይገባል መስማት። ከዛ ይዘው ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አላህ ተመልሶ ወደዛች ሀገር መሮጥ ጀመረ። ሱብሃንአላህ። ወአጅልቱ ረቢ ወአጅልቱ ኢለይከ ረቢ ሊተርዳ ወደ ተውብቱ ወደዛች ሀገር ሲሄድ መንገድ ላይ ሞት መጣበት አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሞት 50% ወደ ሳሊዎች ሀገር እንደሄደ 50% ከመጥፎ ሀገር እንደሸሸ መሃል ላይ እንዳለ ሞት መጣ ያዘ። ምን ያድርግ? ሁለት መላእክቶች ወረዱ፣ የጀሃነምና የጀነት መላእክቶች ወረዱ። የጀሃነም መላእክቶች ምን አሉ? انه قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط خير سرته حكم 100 نفس ገሏል ጀሃነምን ምን ወስደዋል። وقالت ملائكه الرحمه يا الله ملائكوش ደሞ የጀነት መላእክቶች ምን አሉ? جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله ተውብቷል ተውብቶ በልቡ ተጸጽቶ ነው የመጣ ጀነትን ምን ወስደው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያኔ መላኢካ ላከ ለዳኝነት የሚዳኝ ላከና በሁለቱ መሃል ዳኝነት ቆመ ሌላ መላኢካ። ያ መላኢካ ምን አለ? ከይሱ ማ በይነ አልአርደይ በሁለቱ ቦታዎች መሃል ለኩ ፈኢላ አየቲሂማ ካነ አድና ፈሁወ ለህ ሁለቱም ቦታዎች ለኩ ተግባበ። ወደ መጥፎይቱ አገር ከቀረበ የጀሃነም ነው፣ ወደ ጥሩይቱ አገር ቀረበ ከሆነ የጀነት ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከዚህ ላይ እዝነቱን ለቀቀ። ፈአውሓ አላሁ ተዓላ ኢላ አልአርድ አሳሊሓ ለደጉ አገር አላህ ምን አላት? አንተ ቀረቢ ወደ ሞተው ባሬ ተለጠጭና ተጠጊ አላት። ሊያሰፋለት እኮ ነው ሜትሩን። ወኢለ الارض الخبيثه ወደ መጥፎ አገር ምን አላት? አንተ ባዕዲ ራቂ ሸምቅቅ በያለት። ሲለኩት መላእክቶች በስንዝር ወደሚፈልጋት አገር ቀርቧ የጀነት መላእክቶች ያዙት። እንስ ስለዚህ ዓሊም የመከረው ምንድነው? ወላ ترجع الى ارضك ወደ መሬት አትመለስ። ተውባ ማድረግ የፈለገ ሰው ከሚሰራው ወንጀል ያን ጉዳይ ሊቀሰቅሱበት ከሚችለው ወንጀል ቦታ መራቅ አለበት ለማለት ነው። በጣም አርዝም ያለው አፍወን اسال الله ان يتقبل توبتنا ويغسل حوبتنا اللهم كما جمعتنا في هذه المكان على غير انساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا اللهم اجمعنا تحت عرشك يوم القيامة واجمعنا في جناتك إخوانا على سرور متقابلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.